حد سأل نفسه يا ترى في كام فرصة عدت عليا في حياتي وأنا ضيعتها بالتردد بالخوف، بأن شخصيتنا يمكن أضعف من إن هي تواجه مشكلة ما أو أزمة معينة ممكن تكون في وقت كانت أكبر من إنه إحنا نقف ونعمل ستوب ونقعد نراجع نفسنا كده ونشوف إيه الصح وإيه الغلط ونبدأ من أول وجديد. الشخصية الضعيفة يمكن من الشخصيات اللي بتعاني في الحكاية دي، بيبقى عندها أزمة كبيرة قوي وبتبقى موجودة في الإنسان يمكن من هو صغير وبتكبر معاه مع الوقت. مش بيكون بس شخصية ضعيفة يعني، لا ده الموضوع بيسوء أكتر بقى، وبتصبح شخصية منقادة بتمشي ورا أي حد، سهل جدا تقبل الإهانة وما بتقدرش تواجه أو ترفض مواقف مش عاجباها. بيبقى ثقافة الرفض وكلمة لأ بتبقى أصعب مما يكون على لسانها، لأنه دايما بتبقى مكسوفة خايفة من رد فعل اللي قدامها، ما عندهاش الشجاعة، كل ده بتبقى في الشخصية الضعيفة. الفكرة بقى إنه الشخصية الضعيفة بتكون نتاج لتربية الأسرة طبعا، أكيد ما كانش فيه في التربية دي نوع من الحوار، الحرية، حرية التعبير، حرية في الاختيار. التفكك الأسري من أكتر الحاجات اللي بتطلع أطفال ضعاف في الشخصية. الأطفال من البداية اتربوا تربية كده غير سوية، فخلقت بينهم شخصية مهزوزة غير سوية. فلازم برضو ناخد بالنا كويس جدا من كل حاجة بنقولها لأولادنا، علشان الكلام ده بيثبت جدا في دماغهم. سبحان الله، هم أطفال، ويمكن أكتر لازمة بسمعها في وسط الناس حواليا دول صغيرين وبكرة لما يكبروا هينسوا. ده العكس، العكس هو اللي بيحصل، إن كل اللي بيحصل معاهم من وهم صغيرين لما بيكبروا بيفضل معاهم ومعلم فيهم وفي شخصيتهم، هو اللي بيكون بقى الشخصية اللي لما بتكبر دي. فلازم نتعلم برضو إزاي نعلمهم يواجهوا، إزاي نعلمهم يختاروا ونديهم الحرية دي، نقول لأ إمتى، ونقول لأ على أي موقف إحنا مش موافقين عليه. ليه أجي على نفسي وأقول حاجة أقول عليها وأنا مش عايز أعملها؟ ليه؟ ما فيش حاجة تستدعي في الدنيا إنه صحتي النفسية تبقى في النازل بسبب إني مش قادرة أواجه ومش قادرة أقول لأ، لأنه بالتالي لما مش هتقول لأ فالطبيعي إن أنت هتيجي على نفسك في كل حاجة. فلازم نقتنص كمان الفرص من غير ما نتردد ومن غير ما نخاف، حتى لو يعني هنعتبرها يعني اسمها إيه، مقامرة، اللي هو هنخش في حاجة يا نجحت نجحت ما نجحتش إيه المشكلة، في بكرة لسه هنصحى من النوم هيبقى عندنا فرص جديدة ومختلفة ومتنوعة نقدر نختار منها. عارفين يمكن من أهم العلامات في الشخصية الضعيفة هي عدم قدرتها على تحمل المسؤولية، ويمكن ده مؤشر خطر جدا جدا. منها بقى لازم ناخد بالنا من الموضوع ده، خصوصا في العلاقات اللي حوالينا، لانه الشخصيه دي بتكون طول الوقت مهزوزه، ما عندهاش طموح. يعني ما تيجي تسالها مثلا هو انت نفسك او نفسك تحققي ايه، لا تايهه، ما فيش هدف. ليه؟ لانه ما فيش تركيز، ما عندهاش القدره انها ترتب وتعمل ترتيب لافكارها، وده برضو بالتعلم من واحنا صغيرين. فدي نتيجه برضو ان ثقتها في نفسها قليله جدا او تكاد تكون معدومه. فللاسف الشخصيه دي بتميل لعدم الاعتراف بالحقيقه، وكمان بتفقد لروح القياده والمبادره. ويعني لو احنا عملنا ده مع اولادنا وهم ان هم صغيرين، هنضمن ان هم لما يكبروا هيعرفوا يواجهوا الحياه. اكيد الحياه صعبه ومشوارها مش سهل ابدا، وفيها تحديات وصعوبات كتيره جدا محتاجه شخص قوي وسوي عشان يعرف يعدي بيها، وكمان لما يجي يتجوز يعرف يختار صح ويعرف يقول لا لشريك حياته يوم ما يجي عليه تبعيات كتيره قوي قوي قوي.